هي في الحقيقه الموضوع ولا موضوع راي عام، لان ما كاينش من الناس نظن اللي ما سبقش ليه وحس بالتضايق وحس بالاستفزاز وهو تيركن السياره ديالو في الشارع ولا في الملك العمومي. لما بروفيسور محمد جمال معتوق، بغينا نعرفوا شنو سيقول القانون المغربي على هذه المواقف، على هذه المرائب كذلك، بعد الاختلاط كراجات تيكونوا تهما ديال نوقفوا فيهم السيارات. حنا غادي نصنفوا ثلاثة ديال الأنواع هاد المرابد ولا هاد المواقف، موقف ها موقف ديال السيارات، ثلاثة ديال الأنواع. غنمشيو واحد الصنف اللي هو مبني ومنظم ومقنن ومهيكل وبكاميرات إلى آخره، وغنمشيو لواحد اللي كيكري الجماعة، رئيس الجماعة أو الجماعة أو المجلس الجماعي كيكري بعض الشوارع ها اللي كيديروا فيهم مواقف السيارات. وغنمشيو لواحد الفئه ثالثه اللي هي هذاك الحارس عاوتاني اللي كيجي وكيوضع يديه على واحد الشارع او واحد جوج زنيقات وتيدير حتى هو داك اللباس الاصفر القميص الاصفر ديالو ويوقف. ها اذن الاول والثاني رئيس الجماعه عنده الحق، وانا جبت معايا النص القانوني، رئيس الجماعه عنده الحق انه يقبض شارع ويكريه السيارة اللي يكريه الشخص ذاتي او يكريه الشخص معنوي اللي غادي يمكن له هو يبدا يستخلص من عند الناس الفلوس المقابل ديال وقوف السيارات. ها يعني حيت القانون اش كيقول؟ عندنا القانون 113/14، هذا القانون تيقول في الفصل كنظن 94، لان الفصل 94 والفصل 100 تيقول لك من ضمن الامور اللي هي داخله في المسؤوليه والصلاحيه ديال رئيس الجماعه تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العموميه والمحافظه على سلامه المرور بها. اسمح لي يعني هاد الفلوس اللي سنعطيو نكمل الثانيه بلاتي نكمل الثانيه. ثم يباشر اعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادله وكل معامله تهم ملك الجماعه، ملك الجماعه الخاص. يعني عندنا ملك الدوله الخاص وعندنا الملك العام، إن هذا الملك الخاص يمكن له يكريه، هو النص صريح، رئيس الجماعة عنده هذه الصلاحية. يعني غير هو تيخص تكون المنافسة والشفافية ويكون دفتر تحملات وكنكري هذاك الشارع. يعني حنا فاش نخلصوا هذاك الحارس كاين واحد الثمن تيمشي للجماعة؟ لا، راه هو خلص الجماعة باش خدا ذاك الصفقة. راه تيطيح عليه في العام مثلا هذاك الشارع إلا بغيتيه خصك تخلص عليه قدا وقدا، كتخلص هذاك هو المقابل باش تاخذ الكراء ديال داك الشارع وانت كتحمل المسؤوليه في المردوديه ديالك. يعني هذا العساس هو اللي تيقاد التسعيره ديال لا عندنا دفتر تحملات اللي الجماعه هي اللي كتوقف التسعيره وكتقول لك ها الشروط ديال توقف هذا الشارع من الساعه كذا الى الساعه كذا ومن يوم كذا الى يوم كذا. يعني كيحيدوا لك يوم العطله، كيحيدوا لك الاوقات اللي في الليل ما كتوقف بالمجان، وتيقول لك ها شحال التسعيره ديال الدراجه الناريه وهاد الدراجه الهوائيه والشاحنه والحافله والسياره الصغيره، فهمتي؟ هادشي كله كيكون مدقق. هذا تيعني بان هادشي خاص انا كمواطنه نكون معلومه به، مطلعه مطلعه به ولا تنشوف هادشي واش كيطبق. هادشي دابا حنا درنا صفقه ورئيس الجماعه ولا الجماعه ولا اللجنه صادقات على هاد دفتر التحملات وعطات الصفقه لواحد الشخص، واش داك الشخص كيطبق هاد القانون؟ المفروض يطبقوه، ولا ما طبقوش تيخص المواطن يدير شكايه للجماعه، كيخرج رئيس الجماعه واحد اللجنه كدير واحد المراقبه كيمكن لها عندنا دفتر تحملات يعاقبوا. واخا سيدي قبل ما نوصل انا للشكايه، باش غادي نعرف بان هذاك الحارس تابع الجماعه ولا الحارس اللي تكلمت عليه الاخر اللي غير لابس جيلي صفر ووقف؟ هادو اللي تكلمت عليهم بالصفقه والمنافسه والشفافيه ودفتر تحملات، راه ملي كتطلبي منه الله يخليك عطيني ما يفيد بانك عندك راه تيعطيك، ما كاينش مناقشه، حيت هو براقيه ومخلص فلوسه وواقف بحال كرا محطه ديال شي يعني خصنا نشوفوا الوراق يكون فيهم الطبع ديال الجماعه مثلا كراها وغادي يبدا يتخلص. فهمتي؟ هذه امور داخله عند قانونيا عند رئيس الجماعه الحقيقي. يعني حنا فاش نعطيو دابا في هذا الحارس في هذه الحاله هذه سنعطيو لهذا الحارس اللي تابع الجماعه تنبقاو داخل اطار القانون؟ لا حنا قانونيين، غير انت اللي غيزعجك او اللي كيزعج اي مواطن هو في اللي كيبالغ هذاك السيد في السعر. ما كيقول له لا تخلص 10 دراهم، هذه ما كاين حتى شي حاجه بعدا فيها 10 دراهم، راه كاين من 2 درهم حتى ل 20 درهم استاذ. الفئه اللي كتزعج المواطنين ماشي هي هذه الفئه، حيت هذه الفئه هذه اللي تكلمت عليها دابا راك انت اللي كتمشي لعندهم، انت اللي كتقلب عليهم كتمشي مرتاح، حيت كتلقاهم مقننين. اللي كيزعج هو هذاك اللي كيوقف في الشارع وكتلقاه هز عصا
ووقف يعني السلوك بعدا ماشي هو هذاك فهمتي وكيبقى يتبعك وكيف صرت بك بينك كي غتهربي له وبينك راه عنده شي حق عندك عندك واحد الحق ديالو وداك الشيء ماشي هو هذا اذا هذا ما عطاك حتى شي حاجه وما كره لك حتى شي حاجه وهو براسه ما كاري حتى شي حاجه وما عندوش السلطه التصرف هذاك الشارع وما عندوش السند القانوني وما عندوش الحق يوقفك واذا مشى حتى وقفك وقال لك غادي تخلص وسولتيه باش نهضروا على جوج ديال الجناح وحده سميتها الابتزاز الابتزاز هو ملي تيقول لك ما تخرج حتى تخلص ولا ما تدخل حتى تخلص هذا ابتزاز الا مشيتي حتى سولتي وقلتي له هي ولكن انت باي انا راه كاريها انا كاريها عند الجماعه هذا كيرجع النصب اذا ملي كتمشي انت دير شكايه تيمكن لك دير شكايه بالابتزاز وبالنصب وتيمكن هذاك الحارس يتابع هذا هو الحل استاذ بان لك هذا هو الحل علاش وصلنا لهذه الحاله ديال العشوائيه علاش ولا هذا الانتشار الكبير ديال حراس عشوائيين لان لاحظنا حيت كاينه البطاله على هذا هو الحل انت بالنسبه لك لا لانه واش ما كاينش نبقاو دائما في موضوعنا ديال النهار اليوم واش ما كاينش نصوص تنظيميه وتشريعيه هضرتي على الكايت شارج شكون اللي تيدير هذا الكايت شارج وفين هو هذا الكايت شارج باش يمكن لي انا كمواطن نطلع عليه ونعرف شنو اللي عليا واللي ماشي تمشي للجامعه دابا تقول له في الدار البيضاء ولا في مراكش ولا في ورزازات الله يخليك الشوارع اللي هي موضوع كراء ديال الجماعه لهاد الاشخاص يقول لك كاين هذاك الشيء كاين في الانترنت وهذا الا كانوا هما داخلين في اطار الرقمنه اذا انت يمكن لك تطلبي هذه المعلومات غيعطيوها لك ويمكن لك كاع تشكي للجماعه انا ماشي هادو اللي كيزعجوني انا اللي كيزعجو وما تنفكرش حتى في الرجال كنهضر على الرجال ما عندهمش مشكل انا ما كاين اللي كيزعجني هو العيالات بالنسبه لينا حنا اللي عندنا مشكل انا كنشرح لك على العيالات اللي كيحسوا براسهم مهنيين كيحسوا براسهم مهانات مهددات كيخافوا كتتخلص بالقوه فهمتي كتطلب من سينا السترة رجعنا الفوضى مؤسسة لا ما يمكنش نقبلوا هذه الوضعية هذه إذن هاد الناس هادو المسؤولية أيضا تترجع الأمن خصو تا هو يقوم بالواجب ديالو واضح الأمن اللي كيدير واحد الدوريات ويشوف بأن كاين العشوائية في هاد المواقف والناس تيتكرفصوا والناس تيشكيو لهم تيخص يكون واحد التدخل باش ينظفوا هاد الشوارع من هاد الشيء هذا ولكن غادي تقولي لي أنتيا هادو خصنا نوضعوا لهم حل الحل ما كيجيش ايضا غير بالردع وبالزجر هاد الشباب لان اغلبيه كتلقاهم شباب هاد الشباب تيخصنا نلقاو لهم حتى هما بديل حتى هما تيخصنا ندير لهم تكوين تيخصنا نقلبوا لهم على الخدمه هذا موضوع اخر يمكن يكون السبب في تفشي هذه الظاهره ولكن هو موضوع اخر زعما خاصو فقرات للنقاش ماشي غير فقره واحده كيتعاطى راه تيكون خدام وكيتطرد من الخدمه وما كيلقى ما يدير وكيمشي حتى هو كيقول غادي هذا لا يبرر سلوك غير قانوني علاش انا كنبرر ما كنبررلكش كنقول لك هو كيفاش دار تمشى لذاك الشارع شاف الناس بحالو دايرين قال انا غناخذ هذا الشارع وكترجع الفوضى عامه بيان طبعا هكذا تتبدا وكترجع عاديه دكتور اشنو بان لك نمشيو نخرجوا للشارع ونشوفوا يعني المواطنين والتساؤلات ديالهم باش نجاوبوا عليهم مع المستشار ديالنا كارديانا دابا فيما مشيتي كتلقاهم في اي بلاصه في اي قنت يوم فايت تبغيت توقف ولو دقيقه تيجيو يوقفوا عليك خصك تخلص جوج دراهم ثلاثه دراهم هنا حنا بغينا غير نعرفوا القانون ديال لي كارديان وشكرا دابا شي دو جوغ ولا تخوا جوغ ضربات لي الطوموبيل وقفت عند الكارديان لا انا ماشي شغلي ما عرفناش دابا واش فري الكارديان خصو يوقف في هذه البلاصه ولا ما يوقفش ما عرفناش شكون اللي زعما شكون اللي كيسهر على هذا الشيء هذا اللي مراقب هذه الشوارع ديال الكارديانات ما عرفناش اصلا شكون اللي كيسهر على هذا الشيء هذا باش حتى المواطن يعرف راسه واش ممكن يوقف طوموبيلته ويخلص الكارديان ولا لا فهمتيني يعني عايشين في واحد الفوضى كتركن السياره ديالك يمكن تكون السياره زعما في واحد المستوى الا ما كانش حارس كتجي يمكن تلقاها معرضه للتخريب اما عن طريق حادثه ولا عن طريق الكسر فواجب ان يكون حارس لان حتى هما هادو شريحه من المجتمع ولكن واجب ايضا ان يكون هناك تقنين ديال هذا المجال اليوم كنلاحظوا بلي واحد الظاهره كثرات عندنا بزاف في البلاد اللي هي دوك الناس اللي كيلبسوا الجيليات نورمالمون شي مرات كيجيو عندك باب دارك ويبغيو يتخلصوا منك وتيدعيوا شي باسم الجماعه الوغ كو حنايا عندنا واحد الضريبه اللي كنخلصوها سنويا وبغينا نعرفوا فين كتمشي نورمالمون الا كانوا هاد الناس كيتخلصوا في الحقيقه اسئله تروني كثير بروفيسور محمد جمال معتوق بون السؤال الاول جاوبنا عليه بالنسبه للقانون اللي تيأثر المرائب او المرابد ديال السيارات ثاني السؤال الثاني ديال الا جيتي ولقيتي الطوموبيل ديالك مضروبه
من بعد ما شكون فيهم انا مواطنه حتى لا والصين في المقنن او لا الصين في العشوائي في المقنن لان العشوائي راه باين باين الجواب شنو هو الصين في المقنن تاكدنا بان العساس او الحارس هو تابع الجماعه وكل شيء الامور قانونيه ولكن جيت انا لقيت طوموبيل مضروبه ديالي اشنو ندير المفروض هذاك السيد اللي خدا الصفقه راه داير تامين على المسؤوليه التقصيريه ديالو يعني اشنو يعني كتوقع السياره فيها الضرر داخل المرآب ديالو داخل المربط ديالو داخل الموقف ديالو وانت عندك ما يفيد هادشي هذا اي سيارتك موجوده تما عندك الورقه باش دخلتي اذا هو مسؤول كيتسمى حارس الشيء هو مسؤول على الضرر اللي تسبب اللي وقع لك في السياره ديالك وبداك التامين اللي عنده على المسؤوليه التقصيريه ديالو عنده ما يسمى المسؤوليه المدنيه اللي كنسميوها بالفرنسيه لا ار سي لا ريسبونسابيلتي سيفيل عنده تامين في دفتر التحملات شرط من الشروط انه يامن على المرأب ديالو هادشي الا فترتنا كاين دفتر تحملات في اطار ان الامور قانونيه دائما ملي كتكون مع الجماعه كاين دفتر تحملات انا متاكده كل المشاهدين وحتى انا منهم ما عارفينش هاد القضيه هادي مزيد. من هنا علاش تنقول لك كيفاش نعرفوا حنا هاد دفتر التحملات واش شنو فيه كيفاش مقنن ولا غير مقنن كيفاش الله يخليك واش عندك شي ورقه باش خديتي انت هاد راه تيكونوا باينين يعني هذوك الورقه تكون مكتوبه فيها كذلك بان كاين تامين على السياره ولا لا لا ما كيكون عنده الورقه باش خدا صفقه من عند الجماعه واضح واضح واخا السؤال الاخير هو ترني بزاف السيد يقول لك يعني هاد الحراس هادو تيخدموا باسم الجماعه حنا فاش نخلصوا الضريبه ديالنا ما تكونش فيها شي حاجه اللي غاد الاستغلال الملك العام بحال هكا ولا غاد بالنسبه للسياره ديالنا لا لا هو انت كمواطنه كتملكي واحد النسبه مئويه على الشياع مع 35 مليون مواطن مغربي في الشارع العام انت راه عندك واحد الطريف ديالك في ذاك الشارع كتملكيه لانه ملكيه ديال المواطنين كلهم هذا هو اللي كيسمى الملك العام للدوله ديال المواطنين كلهم اذا هذا الملك العام ملي تنرجعوا الملك العام والملك الخاص الجماعة عطاه القانون 113 14 وحتى القانون 19 57 هادو بجوج كيتعلقوا بالملكية ديال الجماعات والمتعلق قانون المنظم أيضا للجماعات هادو تعطي الصلاحية لرئيس الجماعة أنه يكري هاد الملك الخاص ديال الدولة عنده الحق القانون تعطي هاد الحق هذا واضح علاش؟ حيت تيقلبوا على موارد تيقلب على مداخل باش يدير بهم شنو؟ باش يقاد لك الطريق باش يدير الضوء الضريبة ديالنا ما كافياش اللي سنعطيو طبعا ما كافياش لأن هذه داخلة في تحسين وترشيد المداخل يعني. ديال الجماعه واخا نرجعوا للاطار القانوني ديال هذا الحارس هذا كاين شي حراس غادي بحال الاراضي في 2007 الاراضي الغير مبنيه عاد خلقنا الضريبه على الاراضي الغير مبنيه علاش كنا كنقلبوا على مصادر موارد ما كانش قبل 2007 تخلقات الضريبه ولكن الضريبه كتخلق من نص قانوني التشريع هذا كيدخل برلمان هو اللي عنده اختصاص اما هذه كيكري واحد المحل لواحد شخص ذاتي او شخص معنوي وفي المقابل تيخلص واحد المبلغ اخر سؤال بروفيسور واش ممكن العساس او الحارس اللي في اطار قانوني 100% وعنده دفتر متحملات يطلب منك تخلص وانت يلا حطيتي السياره ديالك لا هو ما عندناش مشكل واش تخلص ملي دخلتي السياره ولا حتى تكون مخرج السياره هو المهم عندي هو انني هذاك المحل اللي غادي نمشي لعنده لقيت فيه بلاصه وكاينه عندي حراسه ياك وشفت بان السيد عنده الورقه ديالو وعطاني الورقه ما يفيد بان هذا السيد هذا قانوني واش الا قال لي نخلصوا هاك السيد ما كاينش واش هذيك الوراقي فيها التسعيره لا الورقه لا ممكن تكون فيها التسعيره حيت هما كيقولوا غدير واحد الدفتر صغير وفيه واحد التواصل باش تخلص بالدفتر هو ديك التواصل راه فيها 10 درهم و20 درهم لا ولكن هنا كتقول له حيت هو المفروض قلت لك في دفتر التحملات كيلزمو باش يدير واحد اليافطه اللي فيها التسعيره كلها الا ما كانش هذيك اليافطه واش محقق غير قانوني التصرف ديالو غير قانوني ما يمكن لي ما نخلصش الا ما بقاش عنده الوراقي ما غاديش نخلص الا ما عندوش الوراق طبعا ما تخلصيش يعني ماشي مقنن والا كان مقنن وما ما دايرش التسعيره ديالو ما شهرهاش تيمكن لك ديري به شيكاي لرئيس الجماعه او الجماعه باش كيخرجوا من اللجنه ديال المراقبه وكيعاقبوه كتكون غرامه من هي كيأديها واخا قلتي لي الا كندير الثمن غالي بزاف نقدر نعطيه انا الحد الادنى شنو هو الحد الادنى؟
شنو الحد الادنى يعني اللي ما عاتش التسعيره بشحال ولا لا لا هما كاين التسعيره بحال دابا 2 دراهم للسياره بالنهار باللي 5 دراهم الشاحنه كدير ب 10 دراهم ما كانش واضح هذا الشيء وطلب مني انا سمعت حيت قلتي لي هذا هو الحد انا كنعطيك الحد الادنى هو هذا واضح واضح هذا هو الراجح وهذا هو العرف اللي كاين بالنسبه لهاد المرابيد اللي كاينين كلهم غادي نرجعوا دكتور محمد جمال معسوق الى سمحتي الاسبوع المقبل لموضوع عنده علاقه موضوع اليوم هو الموضوع ديال لي صابو بزاف ديال المشاهدين طلبوا منا سميتو الكماشه الكماشه اول مره تسمعها هذه الكماشه هذه خلقه مشكل بزاف في المدن الكبرى بحال الدار البيضاء ويرا تتم لهذا الموضوع تماما نقترح عليك اننا نناقشوا الاسبوع المقبل باذن الله شكرا لك ولكن ما تبقيش تحمليني المسؤوليه راه بحال كتحمليني المسؤوليه زعما انا راه شوف اذا كنا كلنا كمجتمع وكل جهاز كيقوم بالعمل ديالو على احسن وجه بما فيها المواطن ونكونوا يعني كنحترموا بعضياتنا وكنبغيو بعضياتنا اكيد غنبنيو بلادنا مزيان ما خصش يكون خلل حيت السلسله كلها فيها حلقات وقوه السلسله تساوي قوه الحلقه الاكثر ضعفا العفو استاذ انا ما تنحملكش مسؤوليه انت المستشار لا انت كتقلقي لانك كتشوفيها كتزيدي تستفزيني انا هنايا تندير يعني تنحل محل المواطن والتساؤلات ديال المواطن وانت تتحل محل القانون المغربي ولكن شنو فيه طبعا اكيد عندك الحق ولكن المسؤولين تخصهم ايضا يهتموا بهاد الناس اللي هما حراس العشوائيين ديال السيارات خصهم حتى هما نوضعوا لهم حل لمستقبلهم يشتغلوا يتكونوا نقريوهم نشوفوا لهم شي حل بديل راه بحال دور الصفيح كان عندنا دور الصفيح بدينا كاين مدن لكن مدن بدون هذاك الشيء اللي تقدر كاينين اللي باقيين انت الشيء اللي كتبغي الدوله دير شي حاجه راه ديرها ان هاد العساسه اللي كاينين الحراس كلهم غنحصيهم وغندير لهم برنامج ما يبقاش عندنا هذا المشكل هذا حل هذا حل لما لا دكتوره لبنى بوحاولي غادي نرجعوا لك بعد قليل موضوعنا يخص شهر رمضان المبارك الوقت اللي نمشي فيه عند ليلى حديوين تعرفوا على الضيفه ديالها ونشوفوا اخر الابداعات ديالها ونرجع لك